لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. في قول الله عز وجل قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هذا في الحقيقة محاولة ترغيب لصرف صالح عن دعوته إلى الله عز وجل وتوحيده، ترغيب في الرياسة والجاه والمنزلة فيهم إذا ترك هذه الدعوة، كما قال ابن جرير رحمه الله: أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا. تذكرون في قصة أصحاب الأخدود، قال الملك للغلام وقد علم أنه يداوي الناس سائر الأدواء وأنه يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل، يعني قد تقدمت جدا وأنت مؤهل الآن لأن تتولى منصب ساحر الملك، إن كنت تقبل أن تترك ذلك، تترك الدعوة إلى الله وإلى أن الله هو الذي يشفي، وأن تنسب ما تفعله إلى السحر الذي يكون دائما بإذن الملك وبتوجيه الملك وبإرشادات الملك، كما تعود هو مع ساحره الذي كان قبل ذلك. تجد هنا مثل ما قال قوم قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت ملكناك علينا، كنت تريد ملكا فإن شئت ملكناك علينا. ترغيب للدعوة، لترك الدعوة إلى الله عز وجل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. كنا نرجوك بعقلك الراجح و
وصفاتك العالية أن تكون سيدا، أن تكون زعيما. كنا نرجو فيك التقدم والجاه والرئاسة ونحو ذلك، هي طريقة معروفة، محاولة صرف الناس، صرف الداعي إلى الله عز وجل عن منهجه بعرض الدنيا عليه، بعرض الرئاسة والجاه التي هي غاية ما يطلبون. هم في أنفسهم يطلبون أن يحافظ لهم على الرئاسة والجاه، وأن يحافظ لهم على السيادة المزعومة، فيعرضون على صالح غاية ما يرجونه لأنفسهم وما يطلبونه لها، يعرضون عليه أعلى ما يظنون أنه يصرف كل الهمم إليه ليترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني نحن مستعدون إذا رجعت إلى ما قبل هذا أن نعود إلى ما كنت تعد له، إلى ما كنت ترجى له من السيادة والجاه إذا أردت. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ مع هذا الترغيب الخفي في ترك الدعوة استنكار، استفهام بغرض الإنكار، في مبني على كيف تخالف التقاليد، كيف تخالف ملة الآباء، مبني على مراعاة التقليد الأعمى وتعظيم الأسلاف. مضرة عظيمة أن تكون التقاليد وعادات الناس ونشأتهم ونشأتهم التي نشأوا عليها هي الحاجز الذي يمنعهم من تعقل الدعوة ومن الاستجابة لنور الفطرة وأدلة التوحيد العظيمة وأدلة النبوة. هم يتركون ذلك، يعني يتركون أدلة الحق. لماذا؟ لأجل الشبهة الكبرى، هو على ملة عبد المطلب. لم يزد أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية على أبي طالب في صرفه عما يعتقد صوابه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه ودين الحق، وأن لا إله إلا الله حق، لكن العادات والتقاليد. لم يزد عبد الله بن أمية وأبو جهل على أن قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يقول كفار ثمود لصالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ كأن هذا التقليد والافتخار بالآباء والتقليد الأعمى لهم هو الأمر الذي لا بد من قبوله، كما أنك لو قلت للقوم اليوم أن الفراعنة قوم كفار يعبدون الأوثان لقاموا وما قعدوا. كيف تسخر من تاريخ أمتنا؟ كيف تسخر من 7000 سنة حضارة، والحضارة التي أودت بهم إلى النار والعياذ بالله، لأنهم لم يفهموا حقيقة الوجود الإنساني ولماذا خلق الإنسان، وتصوروا أن الكون له آلهة متعددة فأنزل الله عز وجل بهم بأسه. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ الاحتجاج بالتقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل أعداء الرسل قالوا ذلك، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أن الدعوة نفسها مشكوك فيها، نحن في شك منها. والعجيب أن الاحتجاج بالشك والبقاء على الكفر لأجل ذلك أمر متوارث. لو نظرت إلى هذه الجمل الثلاث لوجدت أنها تتكرر في كل مواجهة بين الحق والباطل تقريبا. محاولة الترغيب لترك الدعوة، الترغيب بالرئاسة والجاه والمال والملك وغير ذلك،
استغراب المطالبة بمخالفة العادات والتقاليد. الأمر الثالث الاحتجاج بالشك. هل الشك حجة؟ كيف يكون الشك حجة؟ كيف يكون الجهل عذرا في ترك تعلم الحق؟ كيف يكون الذي عنده شك يحارب من أجل هذا الشك؟ والله أمور لا تعقل. كما ترى الملحدين عما يخبرون، أنتم نشأتم قبل ملايين السنين فعلمتم أن الكون تكون بالطريقة التي تزعمون مثلا؟ هل بقيتم ملايين السنين لتطلعوا وتجزموا أنه لن يكون هناك قيامة؟ هل بحثتم في الكون الواسع الذي لا تبلغون معشار 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 إلى ما شاء الله منه بما لا يمكن أن تطلعوا على أجزائه الواسعة؟ هل بحثتم في ذلك فلم تجدوا إلها خالقا رازقا؟ أعوذ بالله. لكن يحتجون بماذا؟ بأننا لا ندري، بأننا لا ندري ولا نريد أن ندري ولا نحتاج إلى أن ندري. لو سألته أي سؤال إجابته اليقينية الفطرية التي لا يمكن أن يقبل إنسان غيرها عن وجوده، كيف وجد، عن نهايته ماذا بعد ذلك، يقول لك لا أدري ولا أريد أن أدري. هم في شك، الشك عندهم حجة. قالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لماذا إذن وضعتم أيديكم في أفواههم؟ لماذا حاولتم منع الدعوة إلى الله؟ الشك منعتم، أنتم في شك وغيركم في يقين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي، والبينات قد عرضت عليكم. الشك نابع من أنكم لا تريدون مخالفة الآباء والأجداد. المشكلة عندكم هي أن طلب الجاه والرياسة هي الغاية المقصودة. الخطر عندكم أن صالحا أو أن نبيكم أو أن الداعي إلى الله سوف تكون له الصدارة في المجتمع. هم يريدون بشرط أن تكون تابعا للنظام العام الذي ورثوه من الآباء والأجداد. سبحان الله، فضيحة في نفوس هؤلاء. القرآن يفضح هذه النفوس المريضة، كما قال قوم فرعون لموسى وهارون أتريدون أن تصدونا عما كان يعبد. أجئتنا لتلفتنا عما وردنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. نفس الحجج، شيء عجيب، كأنهم تواصوا بذلك. المشكلة عندهم أن الكبرياء الحاصل لنا لا يمكن أن نتنازل عنه، ومقتضى الإيمان بالرسل أن تكون الكلمة المسموعة للرسل، ويرون أن هذا هو الكبرياء. فالكبرياء الذي يحرصون عليه يمنعهم من قبول دعوة الحق. والتقليد الأعمى، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، رسوخ العادات والتقاليد. نسأل الله العافية. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. شك يوقعهم في مزيد من الريب، شك كبير مريب لهم يجعلهم في ريب، والريب يزيدهم شكا، يظلون في هذه العماية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لما كان اعتمادهم وحدتهم على الشك، بين لهم ثمود أنه جاءهم بالبينات، وإن كان هذا الأسلوب الرقيق الرفيق، أرأيتم انظروا لعلكم ترون، وبالأسلوب الاستفهام الذي يجعل قضية التفكير في الحجة
كأنه على سبيل استفهام، كما قال مؤمن آل ياسين قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني. ما لي سؤال استفهام، ما هو في الحقيقة يدعوهم إلى أن يفكرهم، ما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وقرر العقائد لكن في صيغة استفهام، وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ اسلوب استفهام برضه، بس هو طبعا حتى لا يكون واصما لهم بأنهم على ضلال مما ينفرهم، فيخرج الكلام في صيغة الاستفهام الذي يدل على أنهم على ضلال. قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. هو يقول على إيه؟ في صيغة نفسه طبعا، هو الكلام المقصود به هم كل من فعل ذلك هو في ضلال مبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أنا قد رأيتها وعلمتها بينات وجئتكم بالبينات، لكن هذا من حسن أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس لو واجهته بشيء من ذلك لما فكر. المهم أن يفكر، المهم أن يتدبر الكلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، إذن الأمر لا ينبغي أن يكون فيه شك، الأمر واضح وبين وجلي، وآتاني منه رحمة. يكرر هذا المعنى كثيرا، وهذا المعنى متكرر، إن رب كما قال إن ربي قريب مجيب. أنا قد وجدت أثر القرب وأثر الإجابة من الله، أثر التوحيد في نفسي وفي حياتي، وأن الله عز وجل قد أصلحني ما لم يصلح غيري في ذلك. كما ذكرنا أن هذه الأسماء والصفات إن ربي قريب مجيب ذكرها لأنه قد جرب ذلك الأمر، وهو اختلف عن أسماء وصفات يدركها كل أحد مثل الخلق والرزق وتعمير الأرض، الإنشاء والاستمرار في الحياة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهذا أمر يدركه كل ناظر ومتأمل، ولذلك خاطبهم بها. أما فيما يتعلق بالقرب والإجابة فهذا لابد أن يكون من مجرب، لذلك قال إن ربي قريب مجيب. هنا قال وآتاني منه رحمة، أنا قد وجدت أثر هذه الرحمة، أنا قد وجدت أثر هذه العقيدة وهذه الشريعة، وعشت حياة طيبة في ما بما أنعم الله به علي. هذا الدين رحمة لن يدركه إلا من دخل في دائرتها، في دائرة هذه الرحمة. من تأمل وجده رحمة بلا شك، ومن ذاق ذلك عرف أنه رحمة. وإنما يعذب الناس ويشقون بالبعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى، هم يدفعون للنظر والتفكير، أن الحجج بينة، وأنهم إن التزموا بها دخلوا في دائرة الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، معنى يذكر كثيرا ويتكرر، لأن الناس تفتقد آثار هذه الرحمة، الرحمة بالشريعة. هم يجدون آثار الرحمة بالخلق والرزق، بآثار الرحمة بخلق الأسماع والأبصار والأفئدة وأرزاق الأموال والأولاد وبالنعم الكثيرة، لكنهم لم يدركوا أثر الرحمة بالشريعة، بالعقيدة، بالإيمان، بالإسلام، بالإحسان، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، بالنفقة، بالتشريعات في نظام الأسرة، بالتشريعات في نظام القضاء، بالتشريعات في نظام الحكم والسياسة، بالتشريعات في نظام العقوبات، كلها رحمة. ولكن من يدركها هو من عمل بها
وآمن بها وصدقها أتاني منه رحمة، هو قد وجدها في نفسه، وجد أثرها. الشريعة رحمة، والإيمان رحمة، والإسلام رحمة، والإحسان رحمة، كل ذلك رحمة منه عز وجل، وآتاني منه رحمة، متكرر كثيرا في القرآن، كما قال عز وجل عن الخضر: وجد عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة هنا رحمة بالدين، آتاه الله رحمة بما وفقه للعمل بطاعته سبحانه وتعالى. قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته. هذا جواب للترغيب الذي رغبوه، هم يقولون: إن تركت هذا فستكون سيدا، إن رجعت إلى ما قبل هذا فقد كنت فينا مرجوا فنسيدك، نجعلك فينا سيدا. قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته. قدم البينات إن هذا متعلق بالشك الذي يقولون، وأنه على بينة من ربي أن هذا الشك لا يحتج به، لأن البينة يعني تزيله بإذن الله. وآتاني منه رحمة، هذا التشريع أعظم رحمة ولدت، هذا التشريع الذي يأتي من عند الله رحمه الله هو أعظم رحمة بالبشر، سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة. ثم يقول: فمن ينصرني من الله إن عصيته. إن عصيته وتركت الدعوة إلى توحيدي ورجعت إلى ما أنتم عليه، كما تريدون أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أن نعود إلى ذلك، فالله ينتقم ممن فعل ذلك، ولا ينصره من الله أحد. فمن ينصرني من الله إن عصيته. إن عصيت الله بذلك سوف ينتقم مني وينزل بي العقاب، ولا ينصرني منه أحد، لا يدفع عني منه أحد. وهذا متضمن لتخويف لهم، أنكم إن عصيتم الله انتقم منكم فلم ينصركم منه أحد، وإن كان في صيغة المتكلم: فمن ينصرني من الله إن عصيته. وهذه الآية دليل على أن الأنبياء لا يعصون الله بمفهوم المخالفة. فمن ينصرني من الله إن عصيته معناه أنه إن عصى الله فسوف ينتقم الله منه، وإن عصيته فعل في سياق الشرط، فيكون معناه إن عصيته معصية، فهذا يكون عاما يشمل كل أنواع المعاصي، فهي حجة للمحققين من أهل العلم الذين يقولون أن الأنبياء معصومون من جميع المعاصي، خلافا لما يرجح بعضهم أنه مذهب كثير من السلف. شيخ الإسلام يرجح ذلك، أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر المزرية، وأما الصغائر عموما فلا دليل على العصمة منها، ويقول أنهم يذكرون الذنوب والخطايا ونحو ذلك. وهذه الآية كما ذكرنا من الأدلة، ليس يقولون ليس هناك دليل، بل هذه دليل. فمن ينصرني من الله إن عصيته، إن عصيته معصية لم ينصرني منه أحد. ومعلوم أن الأنبياء جميعا نصرهم الله ولم يهلكهم ولم يعذبهم، وإنما نصرهم نصر مؤزر، فدل ذلك على أنهم لم يعصوه معصية الظاهر، لا كبيرة ولا صغيرة. إذن فما معنى الخطايا والذنوب ووضعنا عنك وزرك؟ ويذكر خطيئته التي أصاب: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هناك ذنوب وخطايا ومعصية، وعصى آدم ربه فغوى، فكيف تقولون الأنبياء لا يعصون؟ نقول الذنوب في حقهم والخطايا لمن تأملها علم أنها دائرة بين الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى والخطأ في الاجتهاد، كما أن خطيئة موسى كانت قتل الفرعوني، فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. ومعصية آدم كانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، عصى آدم ربه وهو بسبب النسيان. وأما الفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه من جنس ما قال بعض أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى لعلو منزلتهم وارتفاع شأن هؤلاء الأنبياء عد الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى، جعل ذلك كله ذنوبا في حقهم، والله أعلى وأعلم. وليس أنهم يتعمدون المعصية، لأن الله نصرهم ولم ينتصر منهم قط، ولو عصوه لانتصر منهم بحيث لا يجدون أحدا ينتصر لهم ينصرهم من دون من الله. فما تزيدونني غير تخسير. ابن كثير يفسرها لما زدتموني أنا خسارة، وأما ابن جرير فحملها على ظاهرها فقال فما تزيدونني غير تخسير لكم إن اتبعتكم، يقول فما تزيدونني بعذركم الذي تعتذرون به من أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم غير تخسير لكم، يخسركم حظوظكم من رحمة الله. قال مجاهد ما تزدادون أنتم إلا خسارة، يعني أنا أحكم عليكم بالخسران، وحكم النبي بالخسران خسارة حقيقية لهم، فأنا أخسركم تخسير لكم، أنا يعني أراكم خاسرين وأزداد يقينا بخسارتكم، أنتم خاسرين أنا أخسركم أحكم عليكم بالخسران. وكما ذكرنا تخسير مصدر من خسره، جعل من الخاسر، هم الخاسرين، لأنك حكمت عليه جعلته يخسر أو حكمت عليه بالخسران، وهذا الذي يقع فعلا. إذن معناه كلما تحتجون بالحجج الباطلة المخالفة للحقيقة فأنا أزداد ثباتا على ما أنا عليه، وأزداد تخسيرا لكم وحكما عليكم بالخسران، وأنكم ليس عندكم الحق ولن تفلحوا بهذه الطريقة. التفسير الثاني إن أنا أطعتكم فيما تريدون من ترك الدعوة إلى الله لن تزيدونني إلا خسارة. الأول أقرب لظاهر الآية، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.